عملك الجمال الكرة الأرضية. شكرا، بارك الله فيك. كلمي لنا على راسك أكثر. ألوغ باختصار شيماء بوشان من الرباط، حاصل على 5 ألقاب جمالية. بديت بعروض الأزياء في الأول، من بعد درت ديكوفيرتور ديال دي ماغازين مغربية، من بعد الكبيرة فيهم كانت مجلة سيداتي العربية. أبخي دخلت المجال ديال المسابقات، أول مسابقة كانت في 2014 اللي هي ملكة جمال حب ملوك، من بعد شاركت ميس ماروك 2015، من بعد خديت لا بروميير دوفين ميس أرابيك بيوتي إن ذا وورلد في مراكش، كانت مسابقة عالمية للدول العربية. 2016 كانت ملكة جمال حسنوات العرب ميس أرابيك بيوتي إن ذا وورلد اللي كان فيها جميع البلدان العربية دوكو العالم العربي. و 2017 كانت في لبنان، كانت هي أكبر وحدة واللي هي انترناسيونال، سيتي ميس جلوب. ومن ثم اختاريت باش نشارك في الأكبر مسابقة فيهم كاملين اللي كانت فلاشين، وكانت فيها 60 دولة من العالم، وكانت المسابقة قائمة 23 سنة وأول مرة يشارك فيها المغرب، كنت أنا هي المشاركة. بغينا نعرفوا كيفاش شيماء بوشان كانت كتدوز المسابقات ديال الجمال. أفوت في الأول كانت كتجي شوية صعيبة لحقاش أول مرة وما عارفاش، من بعد كتبداي كتعودي على الجو ديال المسابقات والجو ديال الاسئله والجو ديال المعسكر اللي هو تيكون اصعب، لان تما فين كتاخدي لي نوت ديالك وتتنوطي على حسب السلوك وعلى حسب المشاركه ديالك في الورشات. و فوالا، من تماك بالنسبه ليا ديال المغرب كنت فيهم اكثر راحه، لان في المغرب حدايا ماما ميمسي ما كناش نهضروا، انتيغدي عندنا التليفون، انتيغدي عندنا بزاف الحوايج في المعسكر. مي اللي كانت اصعب هي اللي خارج المغرب، وخاصه ديال لاشين لان كانت فيها المعسكر ديال شهر، دوكو فيق بكري ونعس مع الطول والورشات بزاف والخرجات بزاف، وكانت صارمه اكثر. دوكو فوالا. باش كتنصح شيماء بوشان البنات اللي بغاو يدخلوا المسابقات ديال الجمال؟ انا عندي كلمه واحده دائما، شوف انا ساليت في هادشي، ماشي حقاش ساليت، ديما انا كنقول ماشي حقا ساليت غنقول للناس لا ما تشاركوش ولا كلشي خايب. بيان سور كاين المسابقات اللي هما زوينين، ولكن اهم حاجه نسولي على المسابقه ونعرف شنو هو الصدى ديالها، واش مزيان واش نقي واش لا، عاد نشارك، لان هادشي اصبح مائع واصبح بكثره. ولينا كنشوفوا ملكة جمال ديال الفواكه كامله وديال الخضر كامله، ديكو خصنا المسابقه اللي تكون واقعيه وعندها صدى كبير. تبارك الله سلام بملكة جمال حب ملوك، راه فاش كنت انا كانت 94 سنه، يعني دابا غتكون كملات قرن جو بونس، مسابقه كبيره هي كتهضر على راسها. الله، بحال هاد المسابقات اللي نقدروا ندخلوا ليهم، ماشي نشارك ونحط فلوس، لان هادشي راه ما كاينش ديال حق الملف 300 درهم 200 درهم للمشاركه، هادشي راه ما كاينش. انا دائما تنقولها هادشي نصب واحتيال، وفوالا، وماشي نحط صورتي في واحد المسابقه اللي من بعد غادي ندم عليها. نشوف ونسول عاد نشارك، واكيد حد سعيد للجميع يا ربي. وقتاش نشوفوا شيماء باش نفق العماليه؟ ايوا الله اعلم. اللي سهلنا اللي كتاب. شوفي دابا انا نقدر نقول لك ايوا ان شاء الله الشهر الجاي ومرحبا بك، والشهر الجاي ما يجيش العريس ولا انا ما بقيتش باغا العريس، ايوا شنو انا اختي يد الله سبحانه وتعالى. المهم غتعرضوا في العرس. الله يا ودي. مؤخرا ملينا كنشوفوا العارضات الازياء هما اللي بلوكي يتهموا اكثر المهنه ديال التمثيل، واش شيماء بوشان ما تقدمش ليها شعر؟ لا، شوفي العروض باش ما نكونش كذابه كاينين بزاف، لا كاين عروض زعما معينه هي اللي شفت. الناس كياخذوا عليك واحد النظره دائما في اول دور كتقومي به، دونك اول دور خصك تختاريه باحتياط وبتاني جدا، وتكوني حريصه، لان الناس غيبقاو دائما عقلي لك على اول دور. انا درت كور ميتراج، مازال ما خرجش ان شاء الله، كنتمنى انه ينال اعجاب الجمهور ديالي او لي فانز ديالي، ومن تما ومن التعاليق غادي ناخذ فكره على واش انا نصلح نكون اولا لا، لان ما كيعجبنيش نكون متملقه على مجال ما عنديش الصوت ونمشي نغني وندير كليب وما عرف شنو. الوغ الى لقيت راسي كنعطي وغنخلي الصوره ديالي والمستوى ديالي دائما في نفس المستوى ونزيد،
اوكي، اذا لقيت راسي بان غير كان نشوه الصوره ديالي او كنزل في المستوى بيان سور غادي نحبس. شنو سر علاقه شيماء بوشان مع الام ديالها؟ شوفي هي ماما وصاحبتي وبنتي. شنو اول وحده غتقول على ماماها بنتي؟ ان فعلا كنخاف عليها بحال ماما وكنخاف عليها بحال بنتي وكنعامل معاها بحال هكاك، وهي كتعامل معايا عاوتاني الصديقه ديالي والكاتمه الاسرار ديالها. كنخرجوا بجوج، كنسافروا بجوج، كتكون معايا دائما، وهذا كان شرط من الشروط ديال البابا ديالي. اول مره غادي نشارك لان بديت فلاش ديال 16 يعني باقي صغيره وكانت هوايه، وانا باقي دابا حتى لدابا كنزولها كهوايه لانني يلا ساليت المسطر ديالي. خصكم تقولوا لي مبروك. وخصي نجحت الحمد لله في الماستر ديالي. الوغ هادي بحال اللي كنقول دائما البنات تكون هوايه وليس شي حاجه اللي غتعولوا عليها في حياتكم دائما. كيف ما قلت لك كانت معايا وكان الشرط ديال بابا اني نكمل دائما قرايتي ونكون فيها مواظبه، والحمد لله قدرت اني نوفق ما بيناتهم بجوج. وكنتمنى اي وحده حتى هي دخلت لهذا المجال تقدر انها توفق ما بينهم بجوج ودائما تسبق القرايه على هذا المجال. دونك دابا كتقولي لنا شيماء بلي ما غادي تخلي هذا الدومين وغادي تمشي للدومين اللي قريتي فيه. شوفي انا دابا ساليت الماستر ديالي بيان سور غادي نشوف الطاج وغادي نخدم و بابا. مي زعما الهوايه ديالي ما غاديش نفرط فيها، مي ما غاديش نبقى متعمقه فيها بحال شحال هذا. كنت عاطيها بزاف ديال الوقت وكنت كنخرج الوقت منين ما كان باش نمشي او نسافر، لان كان عندي تكريمات عديده برا المغرب في مهرجان ديال المانيا، في مهرجان الماسي في العراق في اربيل، كان عندي فيستيفال ديال كان دو فيلم حتى هو كنت انفيتي فيه. فوالا دونك كانوا بزاف ديال المهرجانات كتخرجي دابا مع الخدمه ما يمكنش، غادي تكالمي لو جو شويه في السفريات. مي بون غادي نبقى هكذا وهكذا باش ما نغيبش عاوتاني على الناس بزاف. علاش ما بقيناش كنشوفوا شيماء بوشان بزاف لا معتز؟ لا او كونترير، يلا هضرت معاه ويلا هنيتو على الفيديو كليب ديالو الجديد ديال مي الحاجة، تبارك الله عليه وتنتمنى ليه التوفيق. وبالعكس صديق ديالي عزيز عليا بزاف بحال الاخ ديالي، وانا كذلك، وتنهضروا دائما. او كونترير انا عندي بزاف ديال الاصدقاء ديالي من هذا الوسط، ومعتز واحد من اللي مقربين ليا بالعكس. شيماء بوشان اون كوبل ولا سيليبر؟ جو باس. علاش؟ علاش؟ لا مخطوبة. مزيانة. لا معلم. شنو رأي شيماء في هادشي اللي واقع مؤخرا في لي ريزو سوسيو ديال التحرش، الاغتصاب، كاع داكشي اللي كنشوفو في لي ريزو سوسيو منهم الطفل ديك اللي شفتو؟ شنو رايك فهادشي؟ شوفي هو الراي ماشي راي شيماء ولا الراي ديال شي واحد، هو بحال كتقولي معادله، واحد زائد واحد كتساوي جوج. واحد كيدير واحد الجريمه خاصو اعدام او لا خاصو مؤبد. علاش غادي نخرجوا واحد حقاش يلا قريت البارح كو السيد اللي دار داكشي لوليد اللي كاين في مكناس ديجا كان محكوم بقضيه اغتصاب من قبل واعتداء جنسي، الوغ علاش هذا غنخرجوه اصلا لهذا المجتمع اللي هو اصلا كيف ما كنقولوا حنا بين قوسين هذا اللولا ما غاديش تحيد منه طونك هو ما داروش ليه الادماج لداخل ودخل الحبس 5 ايطوال، حيت هادشي اللي ولينا كنشوفو تيدخلوا عاديين تيخرجوا بوجههم غليظ وبيض وما عرف شنو، وكيقول لك هما تيقول لك والله العظيم. شوفي هادي راه طرات لي شخصيا، تلاقيت مع واحد يلا خرج من الحبس واحد النهار وهضر معايا قال لي شوفي انا ما بغيت نتلقى لك، ما بغيت حتى شي حاجه، انا بغيت غير فلوس، باغي نسافر. ديل ما كنت شوكي بقيت غير كنشوف فيه، قال لي بغيت نسافر، باغي نمشي لواحد البلاصه هي اللي غندير فيها الاجرام باش نرجع للحبس. اختي انا راه خاصني نرجع للحبس، اش غنخرج ندير؟ ما كاين لا خدمه لا حتى شي حاجه، الو خاصني نعاود نرجع للحبس. السيد باغي يدير باش يرجع للحبس، خلوه اخويا يعطيوه مؤبد او لا يعطيوه اعدام. طونك الاعدام ما عندناش حنا في المغرب، مؤبد. يعني كاين ماشي راي كيف ما قلت لك، هذا خاصو يكون واقع ومفروض عندنا في الحكومه تفرضوا. درتي غتعاقب، والمؤبد باش تنقذ دنيا ونحسوا بالامان ونخرجوا وليداتنا ونخرجوا حنا مع عائلاتنا ونخرجوا، ماشي انت خارجه مع ماماك وواحد خطفك من قدامها ولا خطفلك ولدك من قدامه، فاش نولي الا بقات غدا بحال هكذا غادي نوليو كنتسناوهم كيدقوا علينا الدار. وراه شفت واحد لا فيديو البارح راها باينه، اي دق عليك الدار ويقول لك الله يخليك كلمي بنتك راه بغيت نديها، هادشي اللي غادي نوليو كنتسناوه.
الا بقينا غاديين بحال هكذا. اذا شيماء كتحبط الاقتصاد؟ بيان سور بيان سور. شيماء وكاع المواطنين اللي كيحسوا بالرعب في هذه البلاد. وشنو رايك في الفضيحه ديال نجاة الوافي؟ شوفي نقول لها تعليق، لان كيف ما كنقولوا بالمصطلح المغربي ملي كتطيح البكره كيقوى جناوه، وحتى واحد فينا ما عارف شنو هما الخبايا الحقيقيه. انا ما عارفاش هذيك السيده وما كنعرفاش عن قرب باش اني نحكم عليها، دونك ما عنديش الحق اني نحكم عليها نقول لا راه كتمشي في الطريق الخايبه، ما عنديش الحق. كيف ما انا ما بغيش شي واحد يهضر عليا بالخايب، ما بغيش نهضر على شي واحد بالخايب. الوغ شنو كاين وشنو واقع الله اعلم. وما كنظنش ان السيده في المستوى ديالها الثقافي وفي المستوى ديالها الفكري وكممثله قادره انها تقدر دير بحال هكذا والله اعلم. واش انا فاش تعرضت للتحرش؟ شوفي الا قلت لا نكون كذابه، ولكن ماشي داك التحرش ديال جرني من يدك ويلاه نمشي. كتسمعي الهضره راه ملي كتخرجي انت كتسمعي الهضره، الو غديري عين ما شافت وقلب ما وجع وصافي. هادشي راه الله يهدي ما خلق. كلمه اخيره للمتابعين قناه عبير، نقول لهم تابعوا الجديد ديالي دائما على قناه عبير. كنبغيكم بزاف، شكرا على الرسائل ديالكم لي دائما، هذه جمله شهيره انا بها. شكرا على الرسائل ديالكم في السوشيال ميديا اللي كتصيفطوا ليا. كنبغيكم بزاف وتابعوني دائما، وشكرا لكم على الاستضافه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل جرس الانتباه باش يوصلكم كل جديد.